السودان. إلى خبر آخر في هذه الجولة، توصية لحمدوك بإلغاء منصب المعتمد. قال وزير الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي يوم الأحد أمس إنه تم رفع توصية لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك بشأن إلغاء منصب المعتمد وتأهيل المديرين التنفيذيين للقيام بمهام المحليات. وأكد آدم حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية استمرارهم في عملية إصلاح الخدمة المدنية على مستوى المركز والولايات حسب ما جاء في الوثيقة الدستورية. وأشار الوزير إلى أن وزارته في انتظار قرار رئيس مجلس الوزراء في الشأن، وأوضح أن الحكومة تسعى لتمكين الحكم المحلي حتى يقوم بدوره تجاه المواطن وتقديم الخدمات الأساسية لهم دون معاناة. يعني حديث طويل جدا عن المحليات ودورها، هل تقوم بأدوارها، هل لا تقوم بأدوارها في هذه الفترة، هل هنالك مشاكل إدارية. الآن هذا الأمر بإلغاء منصب المعتمد، هل سنحل جانب من المشكل؟ والله أعتقد إنه إن المحليات تحتاج إلى إعادة نظر وتحتاج إلى إعادة هيكلة. المحليات تعاني من كثير من المشاكل ومن في بنية التحتية وفي اقتصادها. الآن كثير من المواطنين في المحليات يعانون. هذا الأمر يحتاج إلى ترتيب سريع، وأظن هذا الأمر يشمل الترتيب في إطار الحكم المدني في الولايات الذي بدأت الترتيبات والمشاورات حوله. والآن في هو الحرية والتغيير من منصب الوالي وإلى أصغر موظف في المحليات، ويأتي في إطار الهيكلة التي فرضت الثورة. وأعتقد أنه الأمر يجب أن لا يكون مقتصر على المعتمد فقط. هناك كثير من التكدس للوظائف المحليات، التكدس وغيرها المشاكل كثير، لكن ما في شغل. تعاني منها المحليات بالذات في الولايات، تحتاج إلى إعادة نظر وتحتاج إلى إعادة هيكل. أستاذ بليغ حسب الرسول، مدير التحرير بموقع الشروق، شكرا جزيلا لكل ما فتنا به من آراء وتحليلات. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. شكرا لك.